يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى المحبة في قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت؟ من أحببت هدايته، لا تهدي من أحببت أي أحببت هدايته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يهتدي عمه ويموت على الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وقد يكون المعنى والله أعلم المحبة الطبيعية للمحبة الدينية. المحبة الدينية لا تجوز للكافر، أن تحبه من أجل دينه هذا لا يجوز، أما أن يحبه من أجل أنه قريب له من أقاربه أو والده أو أمه أو زوجته هذه محبة طبيعية ما تدخل في أمور الدين. نعم.